السلام عليكم. الله يعطيكم العافية شباب جميعا. إن شاء الله اليوم راح نتعرف على موقع جديد وموقع كتير حلو ومميز بإذن الله ممتع جدا، حتى واجهته كتير حلوة، كل شيء فيه عن جد كتير حلو. فراح نتعرف أول شيء على الشغل كامل، راح إن شاء الله راح يكون هذا الفيديو شرح مفصل عن طريقة العمل بهذا الموقع، إن شاء الله راح يعجبكم جميعا. هلا بداية قبل ما نبدأ أي شيء لازم نتأكد إنه نحن بأمريكا، حصل يعني لازم نتأكد من البروكسي. طبعا أنا فاتح جوجل كروم، بتمنى من الكل إنه يتأكد إنه حاطط البروكسي. طبعا إذا فاتح جوجل كروم بتروح على إعدادات وبتختار سيتنج وبتشوف النتورك اللان سيتنج، يعني خطوات معروفة راح أسويها راح أعملها قدامكم. هلا نختار تغيير إعدادات خادم الوكيل، أو بتلاقوها بروكسي سيتنج مثلا، فبيطلع لنا شاشة هون صغيرة، نختار كلمة كونكشن هون، بعدين لان سيتنج، نتأكد إن البروكسي محطوط. طبعا لازم نحط الصح، أنا هلا مو مفعل هذا البروكسي، حاعمل حاطط في بي إن مشان أشتغل، مشان أشرح لكم الشغل. طيب بس نتأكد من إنه إحنا حاطين البروكسي، بنروح على موقع وات از ماي اي بي، وات از ماي اي بي مثل ما مكتوب فوق بالعنوان، او متاكد ان احنا بامريكا، انا بمدينه شيكاغو بولايه الينوس. طيب هلا راح نرجع للموقع اللي هو الانبوكس دولارز. هذا الموقع مو بس انه موقع استبيانات، لا ممتع جدا، هو في موقع استبيانات والعاب وتسجيل دخول، بحث فيديو، دعوة أصدقاء، في كذا شغلة للربح. أنا راح أبدأ يعني شرحها واحدة واحدة بالتفصيل، وراح أحاول أختصر كتير مشان ما أطول عليكم الفيديو. هلا أول ما بنسجل بالإنبوكس دولارز بقول لك بيعطونا 5 دولار بونص، يعني ال5 دولار هاي بيعطونا إياها هدية، بس هدية تسجيلنا. فبيقولنا إنه بس أعمل كونفيرم من الإيميل مشان تاخذ ال5 دولار هاي. فأنا بقول له جو تو جيميل، فهو بياخدني على الجيميل تبع الحساب اللي عم بشتغل عليه. طبعا اكيد رح نعطي كل واحد حساب خاص فيه مثل ما انتم شايفين هيك، الاسم والعنوان هون العنوان، هون الولاية، هون المدينة، هون البوستال كود، الايميل، الباسورد. طيب هلا نحن رحنا على الايميل، ان شاء الله دقيقتين بكون الايميل واصل لعنا. اذا ما لقيته بالبرايمري ان شاء الله بتلاقوه بالبروموشن. هلا راح ارجع اشرح شوي بس على الموقع قبل ما تجينا رسالة التفعيل. لاحظوا فوق 5 دولار، هون الصفر عفوا، هون راح تكون 5 دولار بس نحطها ان شاء الله. طبعا يعني هذا الموقع مو بس انه تحل استبيان، اول شيء استبيانات كتير سهلة، و صحيح انه مثلا دائما عليها ربع دولار، نص دولار، دولار وربع، دولار، 70 سنت، مشكلين يعني حسب طول الاستبيان. هلا راح نشوفهم كلهم. طبعا هلا ان شاء الله تيجي رسالة الايميل، انا راح اضطر اوقف الفيديو عقب ما تيجي الرسالة تبع. طبعا مثل ما احنا شايفين وصلت الرسالة تبع الأكتف على الإيميل، فبس نعمل له أكتف فورا بتوصلنا ال5 دولار. هلا اللي مو حاب يعمل هاي العملية مو مشكلة، نحن بنسوي له الحساب جاهز إن شاء الله، هو بيستلم كل شيء، مفعل الحساب وربحان ال5 دولار الهدية. طيب راح أسكر الصفحة القديمة، راح ارجع الصفحة الجديدة، لاحظوا فوق انه ال5 دولار انضافت للرصيد تبعي، وقالوا لي مبروك انت ربحت 5 دولار ساين اب بونص، هاي 5 دولار ترحيبية بسموها. هون طبعا شرح شلون فيك تربح مصاري من الموقع، هلا انا راح اشرح لكم اياها بالعربي ان شاء الله. طبعا هون قالوا لي انه عبي معلوماتك الشخصية مشان تربح نص دولار. طيب
انا قبل انا يعني كنت افضل مثلا اجبرونا نعبي البروفايل. راح نعبي البروفايل هلا بكل سهوله، بس نحط الاسماء، لاست نيم، هاي ستريت ادريس، على ستريت ادريس، المدينه، الولايه فيرجينيا مثل ما مكتوب، والبوستال كود مثل ما هو مكتوب. لاحظوا فوق البيج 127، يعني في 7 صفحات تعبيها، أسئلة كثير بسيطة، وعم بعبي المعلومات الشخصية مشان أنا آخذ النص دولار الترحيبية. البيرث داي 12/1/84، الحالة الاجتماعية متزوج، دائما وايت. شايفين هاي هاي الأسئلة يا شباب، هاي اللي عم بجاوب عليها هي اللي لازم تجاوبوا عليها دائما. هلا الدراسة فينا نختار كوليج جرادويت، الراتب الشهري نختاره من 60 ل 79، انا بملك منزل تمام. هوموني عفوا، قديش عدد الاشخاص اللي عندي بالبيت؟ هوموني شيلدرن عندي 3. سبتوا هالارقام، يعني انا بفضل انا راح اكتب كل واحد بامكانه. هاي بالنسبه للاولاد هاي اختياري اوبشنال، يعني بامكانك تختارها شو ما بدك. املك منزل، بدخن اكيد، فول تايم، و الوظيفه كمبيوتر، اذا لقيناها كمبيوتر هاردوير سوفت وير، باي قسم بشتغل، مثلا قسم لنفرض اي شيء ما بتفرق، انجينيرينج، او خليها بالسيلز، بزنس ديفلوبمنت سيلز. طبعا مثل ما قلت لكم كل هاي الشغلات انتم بامكانكم انكم ما يعني ما تعذبوا حالكم فيها، ممكن يجي من عندي انا بعطيكم حساب جاهز. هلا ما عندي امراض ان شاء الله، اندرويد. تقريبا خلصنا الاستبيان الشخصي، المعلومات الشخصية. عم بقول لي انه congratulations. هلا انا بامكاني اشوف الموقع تمام. هلا طبعا هاي كل هالشغلات هلا راح اعرفكم عليها شو هي هاي الشغلات. راح اروح على الهوم بيج تبعي، راح الاقي فوق انه تغير الرصيد، صار 5.5 دولار. طيب هلا راح ارجع راح اشرح لكم اول شيء على الاستبيانات. هاي هلا الاوفرز والهوم شغلتها مكررة بكل الشغلات، رح اشرح المفيد اللي انا تعلمته هلا. طبعا في كتير بس اسرار انا ما تعرفت عليها لسه، ان شاء الله بس اعرف كل شيء فورا راح اخبركم فيه. هاي السيرفي، فبسمع السيرفي عشان بس نتعرف على شاشة السيرفي. طيب هون عم بيقولوا لنا الطريقة كيف نربح، انه اختار السيرفي وحله بتربح مصاري. هلا هون السيرفي، هاي كل السيرفيات الجديدة بتيجي لهون تمام. هلا معلش راح انزل لتحت شوي. هاي المعلومات الشخصية اللي انا عبيت واحدة منها واخذت نص دولار. هلا هدول الاثنين بس اعبيهم راح اخذ نص تاني، شايفين انه قديش القيمة تبعته؟ ربع دولار، من ربع دولار بس ما بياخذوا معي اقل من دقيقتين، بعبيهم وباخذ نص دولار. هلا راح ارجع مرة تانية لفوق، في عنا هاي الشغلة اسمها سيرفيز. هاي طبعا بفتح لي موقع تاني بيعطوني استبيانات تانية بس تابع للانبوكس دولارز. هلا كمان رح نرجع نفتح عليه، بس اكملكم شرح، او خلينا نفتح عليه هلا نشوف شو هو نتعرف عليه. شايفين شلون شغلة جديدة؟ طبعا هلا بقولكم هاي الاستبيانات شو بتربح. هاي في شغلة اسمها سبين، زي لعبة اليانصيب. هلا بس هاي الاستبيانات انا يعني ولا مرة فتت على الاستبيانات كلها، ولا مرة قدرت افوت على استبيان واحد، وما اعرف شو السبب صراحة. يعني هلا راح نجرب ان شاء الله معاكم نفوت على شيء استبيان. هلا عم بيحمل، طبعا يعني مليان استبيانات، يعني هذا الموقع مليان استبيانات، مليان. طبعا الاستبيانات تبعتنا هون اللي عليها مصاري فوق، اللي تحت كمان كله عليه مصاري، بس كل واحد له شرح صغير. طيب انا ميل كونتينيو، هاي لسه الريجستر يعني.
12984 هذا هو البوستر كود وايت انجلش 70,000 تكرار بي وبشتغل دوام كامل. انا سريع لانه انا حافظها بس انا بتمنى ان تكون يعني هاي الاجوبة دائما ثابتة يعني ما بقدر اغيرها. نحن دائما اللي بيشتغل استبيانات بيعرفوا هاي الاجوبة الثابتة اللي عم يحطها هلا. طيب خلينا نختار شو ما كان مثلا، خلينا نختار جونيور مانجر مو مشكلة، خلينا هون نختار لنا سيلز ما هيك، فندور على السيلز. هاي كل هاي المعلومات معلومات شخصية. هلا ببلش طبعا، شوفوا هون في عندي 23 سؤال راح نجاوب عليهم سوا ان شاء الله. 10 عدد الموظفين 1000 فوق، بكالوريوس ديجري، متزوج، عندي بيت ملك، عندي ايفون او عفوا سمارت فون، وهاي شركة الاتصالات اللي انا تابع لها. طبعا هاي الاسئلة الاستبيانات انتم كلكم راح تحفظوها ان شاء الله. هلا شوف في عندي شغلات بالبيت، انا عندي لابتوب وديسكتوب وتابلت ونوت بوك وعندي سكانر مثلا يعني اكس بوكس وبلاي ستيشن 4، عندي دوغ اكيد، عندي كلب، دو هاف فايكل سيارات اكيد عندي سيارة، وبختار نوعها بالعادة انا فورد، بتفاعل بالفورد طبعا، موديل 2014، و هاي بات كار اول اوف ات. هاي طبعا معلومات بس هاي كأنه معلومات شخصية بس مشان يتأكدوا مني، يعني مشان يتأكد بس يضيفوا المعلومات تبعتي اللي عندهم. هلا امراض انا ما عندي الحمد لله. كنتني هاو ماي شيلدرن 3، بنحط اعمارهم، هاي ولد بنت ولد، شهر 8 شهر 8 شهر 2 شهر 1. انا هاي الاجوبة دائما دائما بحطها على كل مواقع الاستبيانات، عشان هيك انا بحطها بسرعة وبحفظها بسرعة. انتو كل واحد بامكانه يحفظ ارقامه الخاصة فيه، يعني هو حر مو شرط يلتزم نفس المعلومات اللي عم بحطها له. طيب هلا هذا الموقع بعد ما خلصنا تسجيل فيه كمان نفسه هو للانبوكس اذا لاحظتوا فوق، تمام. بس شوفوا هون هاي الاستبيانات تبعته قصيرة هي، وكل واحد عم بقول لك عليه دقيقتين و56 سنت، 11 دقيقة 15 سنت مشكلين. كل يوم تفتحوهم بتحاولوا تحلوا. انا راح اجرب احل واحد قدامه لانه انا ولا مره فتت على الاستبيانات وحليتها. which of the sports، انا بحب مثلا swimming كثير، يعني كثير شغلات شايف هيك بضل يطلعني، فانا راح اقول تراي مور سيرفي واسكره. هلا بعدين انتم ما بعرف امكانكم انتم تعدوا لي قاعده ثانيه وتحلوا. هلا استبيانات القلب انا ما عرفت احل فيه ولا استبيان من عن طريق هذا الموقع. هلا هون الاستبيانات، طريقة الاستبيانات انتم بتعرفوا كيف تحلوا استبيانات. هلا في عندي هدول الاستبيانات، في استبيانات عم بيقول لي بيطلع لي 5 مرات باليوم، وهون بيطلع لي اكثر من مرة باليوم، هون مرة باليوم مرة باليوم مرة باليوم. استبيان طبعا زي يعني بيجينا زي الهدايا، انه اذا حليت الاستبيان تربح هذا عليه نص دولار، هذا نص دولار، هذا نص دولار. الهاي الفاريوس انا على ما اعتقد، لاني انا كمان جديد بالموقع، على ما اعتقد انه انت وحظك او انه بنقلوك على شركه انت بتشوف قديش بتربح فيها، ممكن تربح نص، ممكن دولار، ممكن اكثر. هلا ننزل لتحت نشوف الشغله الحلوه كثير بهاي الشغلات الثلاثه. في شغله اسمها يوز سبين، في شغله اسمها سيرفي توكن، في شغله اسمها سويب ستيكس. طيب هلا السبين هي اللي يا نصيب، يعني انت احنا انا عندي هون مكتوب 0 سبين، يعني ما عندي ولا 1 سبين. هذا السبين من وين بيجي؟ هذا بيجي عن طريق لما احل استبيان وبيطلعوني، او لما افوت عن طريق هاي الشغلات اللي هون. هدول اذا ما ربحت انا في مصاري فيهم بيربحوني سبين سبينز اكثر، فالسبينز الاكثر في هدايا كثير حلوه.
هلا راح نتعرف عليها بس نستخدم السبنت. هلا يو هاف سيرفي توكن، هاي شو معناها؟ شوف شو عم بيقولوا لي، عم بيقولوا لي انه نحن اذا انت حليت استبيان في عليه دولار مثلا، وعندك سيرفي توكن واحد، فالاستبيان اذا حليته عليه دولار وعندك سيرفي توكن واحد راح يضيفوا لك ربع دولار على اي على الاستبيان اللي عم تحله. هلا يعني مثلا اذا عندك 10 سيرفي توكن، اذا حليت 10 استبيانات ورا بعض، على كل استبيان في عندك ربع دولار اضافيه. هلا راح السويب ستيكس، هاي شغله ثانيه يعني لحالها ما لها دخل باي شيء بالموقع. راح افوت على اليوز سبين عشان اورجيكم اليانصيب تبع اللي عم يسووه. طبعا اليانصيب بقول لك يا بتربح يا بتربح دولارات، يا بتربح سيرفي توكن، يا بتربح ادخالات اللي هي سويب ستيكس. شايفين هلا انا في عندي، انا مو فت على استبيان، اذا لاحظتوا اللي قبل شوي فت على استبيان هذا اللون اخضر وطلعوني من الاستبيان فاعطوني سبين واحد. انا على ما اعتقد انه هذا هذاك الموقع اللي فت عليه قبل شوي هذيك الصفحه بس لا يعطوني سبينات. طيب هلا هاي سبين، انا بس اكبس عليه هاي الدائره بتدور، وين بوقف بيربحني. احيانا ما شايف، انا هلا ربحت 5 كاش بونص. يعني شو يعني؟ على كل استبيان راح احله هلا، على اول 5 استبيانات راح احله راح اخذ ربع دولار اضافيه. لهون تمام. طيب هلا السيرفي ان شاء الله ما عضل فيها شيء. هلا راح اقول لكم على شغله كتير حلوه اللي هي الفيديو. هلا راح نرجع على الجيم والسيرش وهي الشغلات، بس الفيديو شوفوا انا طريقتي بالعمل شو هي. انا بفوت على الاستبيانات، راح افتح الاستبيانات برابط لحاله، انا فايت على الفيديو، انا بشغل الفيديو وبروح بحل استبيانات، بلعب، بعمل بحث اللي بدي اياه، بس انا اخلي الفيديو شغال. هذا الفيديو شغال على كل فيديو عم بيروح عم تاخذوا القيمة تبعته، مثلا هاي 3 سنت على كل فيديو، على كل فيديو عم نشوفه عم ناخذ 3 سنت. تمام. طبعا في شغلة مميزة بالانبوكس دولارز هون، انه بس تحل استبيان او بس تشوف فيديو او بس تربح من اي مكان بتوصلك المصاري على العداد فوق بعد نص ساعة او ربع ساعة، واحيانا توصل فورا على حسب. تمام. فهاي الاستبيانات هون، انا ما راح ابدا احل الاستبيان لانه ما عندنا، ما بدي اطول الفيديو اكثر من هيك، بس مجرد ان اشغل الفيديو اكبس على بلاي على الفيديو. على كل فيديو طبعا في يمكن شيء 11 فيديو، يعني كل قائمة، هاي قائمة مثلا كبيرة فيها شيء 12 فيديو او 13 فيديو، فيها فيديوهات مشكلين شيء دقيقة، شيء 5 دقائق، شيء دقيقتين، شيء 50 ثانية، شيء 25 دقيقة، مشكل. كل فيديو من هدول طبعا مثلا هاي القائمة فيها 13 فيديو، انت اذا شفت او 10 فيديوهات مثلا، اذا شفت العشر فيديوهات هدول راح يعطوك 30 سنت. فطبعا انت شغل الفيديو واشتغل على الاستبيانات قد ما بدك، خلصت من هاي القائمة روح على القائمة الثانية، على القائمة اللي بعدها، على اللي بعدها، وهكذا. شايف هاي عليه سنت، هذا الفيديوهات اللي هون هدول عليهم 3 سنت. فالموقع كتير حلو، كتير ممتع، وما بتلاقي غير الأرباح إجتك وأنت قاعد عم يعني عم تتفرج وعم تلعب وعم تضحك. رح أسكر هاي الصفحة، رح نروح على شغلة حلوة اسمها السيرش. هلا السيرش شلون موقع جوجل وقت تكتب على البحث، هاي مثلا رح أكتب ميلان، ف راح يفتح لي هلا صفحة البحث انه راح يدور لي على ميلان. هلا شو الفائدة من هذا السيرش؟ هذا السيرش كل ما انت دورت كتير، كل ما ربحت مصاري. شوف لاحظوا انا كتبت ميلان، شو شو قالوا لي؟ يو ون، ربحت سنت كلوز. هلا هذا ربحته سنت من اول ما عملت اي بحث، حي الله شو ما كان. في عندي شغلة صغيرة هون، في عندي 1 للـ4، لازم هدول لازم ابحث 4 مرات، البحث الرابع راح اخذ عليه مصاري او راح اخذ عليه الهدايا اللي عم تقدم لي، اللي عم بيقدم لي الموقع. فانا راح اجرب مثلا اكتب سليمان واقول له بحث، نشوف شو راح يعطيني. طبعا هن ما بيعطوا سنتات يعني الا 10 سنت باليوم على ما اظن. شايفين شو صار هون؟ صار في 2. طيب
شيزر مثلا، كنت حبيت اخلي شيزر الاخير عشان اشوف قديش تربح. هلا البحث الرابع اللي راح اخذ عليه المصاري بس راح اكتب زيدان، راح اخذ عليه الهدية طبعا. بشوف ربحت انا 2 سنت و2 سويبس. هلا راح نشرح شو هو السويبس. فهذا الموقع السيرش يعني دائما انا اذا مثلا هلا نفرض ان شاء الله اذا كل واحد فيكم اخذ 5 حسابات على الانبوكس دولارز مثلا، في خصص وقته ساعة كاملة لكل حساب، 50 دقيقة يخلي الفيديو شغال ويحل استبيانات فيها، 10 دقايق الأخيرة يخليها للبحث للألعاب ولا هاي الشغلات التسلاية اللي بروح منها سنتات وهو ضحك بلعبة. هلا بنرجع لكلمة هوم، بعد ما تعرفنا على البحث شو بيساوي، تعرفنا على الفيديو شو بيعمل، تعرفنا على الاستبيانات. هلا الجيمز كمان، الجيمز شغلة كتير ممتعة، يعني هذا الموقع يعني كأنه عم بيقولوا لنا وين ما بدك روح رباح، يعني ما بعرف، يعني الموقع كتير حلو، يعني بيربحوك من كل شيء. هذا الموقع، هذا موقع الألعاب، في عنده نوعين، في ألعاب مجانية، هاي الألعاب اللي بمصاري، وهاي مجانية. شو يعني بمصاري؟ شو يعني مجانية؟ هاي الألعاب إذا بتلعبها بتربح مصاري، هاي الألعاب بتلعبها مشان تتسلى. طيب أنا ما راح ألعب لعبة لأن اللعبة بتاخذ وقت لتحمل، أنتم بإمكانكم تجربوا اللعبة. هلا في شغلة كتير حلوة، بس قبل لا أنا راح أحكي على السويبس. لاحظوا هون هذا السويبس تبعي، فأنا بس أكبس عليها. طبعا هذا السويب محل إدخالات مثلا بتم سموه، أو مثلا أنا فت على شغلات وما ربحت، فهن بيحبوا يعوضوني بشغلة اسمها سويبس مشان أشتري شغلة اسمها انتريز مشان أفوت بسحب على 100 دولار. طيب شو هي الانتريز؟ هاي إدخالات تقريبا. لاحظوا أنا في عندي 12 سويبس هون، فطبعا هون شو بقول لي؟ بقول لي بدك تفوت على السحب أبو 50 دولار، يعني بفوت على السحب. طبعا هذا السحب يوميا بصير، فأنا إذا بدي أفوت على السحب اللي ب50 دولار لازم يكون معي 15 سويبس. بس يصير معي 15 سويب أنا بقدر أقول له انتر ناو وأشتري. فلاحظوا هذا مثلا اللي فيه 15 سويب أبو 150 دولار، الانتر ناو لونه رمادي فما فيني أشتري. أما مثلا هون بيقولوا لي بالعشرة سويبس بإمكاني أشتري أنا انتريز واحد. هلا بقول انتر ناو يس. هلا أنا اشتريت، لاحظوا هون تغير، واحد انتري، شايفين أنا اشتريت واحد انتري. هاي كل يوم بصير سحب، كل ما اشتريت انتريز أكثر كل ما أنت صار فرصك لأنك تربح ال 75 دولار أكثر. هاي أنتوا وحظكم جربوها. هلا راح ارجع على 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 الموقع الاساسي. هاي شرحنا للسويب. هلا قبل ما اوصل يعني للاوفرز وهي الشغلات هون، طبعا هاي عدد 9 استبيانات انا ضال لي، واذا لاحظتوا بهاي الشاشه عم بقول لي انه بس اعمل هالخمس شغلات او ست، اعمل هالخمس خمس او ست شغلات هدول وحتربح نص دولار معنا. تمام، فانتوا اقرأوا يعني مهمات، اكتف يور اكونت فعلنا، تيك جنرال بروفايل عملنا بحث كمان. هلا انا لو شفت فيديو انا بيقول لي صح هون، ولايك اس ان فيسبوك، يعني فوت على الفيسبوك واعمل اعجاب فيهم، وكونفيرم يو فيرست بيد ايميل. طيب شو هذا البيد ايميل؟ هلا راح اروح على كلمة رسائل اللي هون او على علامة الرسائل واكبس على الرقم 1. طبعا انتو كل يوم بتوصلكم بيد ميل كتير. هذا البيد ايميل كتير، شو بيساوي البيد ميل؟ بس تقرأ الايميل تربح 2 سنت، كل بساطة. وهذا تبع هذا الترحيب، طبعا بقلب الميل هذا راح تلاقي فيه عروض، يعني بيعطوك مهمة، إذا أنت بتعمل هاي المهمة بتربح دولار، دولارين، 25 دولار أحيانا. تمام، فأنا راح أعمل بس كونفيرم وأرجع على الموقع. راح شفت شلون هلا بيتغير الموقع، بيقولوا لي كونجراتوليشنز أنت ربحت 2 سنت. طبعا على كل بيد ميل عم بقرأه بربح 2 سنت. طبعا هون حلاوة الموقع كمان انه في شغلات بونص، يعني بيربحوك يعني كتير، يعني بيقول لك انه في لك بونص من هون، في لك بونص من هون. طيب انا سكرت هاي الصفحة، رجعت للصفحة تبعتي، تعرفنا على البيد ميل وتعرفنا على السويبس وعلى السيرفي وعلى الجيمز. هلا رح نجي على كلمة هوم مثلا، تعال على هوم. طيب هاي هون، لاحظوا
هون عم بيقول لي بس سجل بهالموقع بتربح 7 دولار. طبعا في مهمة هن، يعني شوف مثلا هاي المواقع اللي هون، هاي اللي هون هاي الاوفرز، عم بيقول لي الليتست اوفرز اخر العروض، سجل بهذا الموقع بالديسكفر خذ 20 دولار. طبعا حاطين هاي المهمة، هاي المهمة اللي هون انه اذا بتعمل ساين اب مثلا ترجموها واعرفوا شو بدهم بالضبط ونفذوا المهمة بحذافيرها بتاخذوا البونص تبعهم. هون الاي سي مثلا عم بيقول لي انه بس سجل بهذا الموقع، سجل بهذا الموقع، سجل بهذا الموقع. الماي سيرفي تعرفوه طبعا، يمكن ماي سيرفي اذا بتعمل تسجيل دخول فيه وبتحل اول استبيان بتاخذ دولار بالانبوكس. فيعني وين مثلا هون ما بعرف، من فترة كان عم بيقولوا له نصوت للرئيس الامريكي وخذ دولارين ونص، هاي كلها عروض شايفين، هاي كلها عروض. الاوفرز هون نفس القصة، انت بس اختار الشركة بتلاقي عروض، انه عملت تسجيل دخول هون خذ مصاري، عملت تسجيل خذ مصاري، كتير شغلة كتير حلوة. هلا الايزي كاش هي المهمات اللي انا صراحة لهلا ما اكتشفتها، ان شاء الله بس اكتشفها راح اقول لكم طريقتها بالضبط. يعني انا لهلا ما عرفت اربح منها، انه هن بيقولوا لي عبي الايميل، اقرا ايميل وافتح الجوجل، اعمل بحث على شغله معينه وما اعرف طلع لي كلمه معينه زي هيك. يعني الشغله مو صعبه، بس انا ان شاء الله لسه راح اعرفها وانزل فيديو شرح لها ان شاء الله. الديلز هاي ما بتهمنا لانه هاي مشتريات، يعني لازم نشتري شغلة ونربح شيء. يعني اشتري مثلا ب5 دولارات تربح بالانبوكس دولارين مثلا زي هيك، فنحن ما في عنا شيء نشتريه فما راح نفوت فيها كتير. طيب هلا يمكن ضل معنا شيء اخير اللي هو ايه المور الكاش تاسك، تاسكس نفسها اللي هي الايزي كاش راح تلاقوها، انه في مهمات راديو. يا جماعة اذا بتسمعوا راديو بيعطوكم مصاري، كل 10 دقايق بيعطوك رمز كابتشا، بس تختار الحروف هاي اللي بتيجي هيك متعرجة مثلا وتيجي هيك مو واضحة، بس انتو تكتبوها تاخدوا على كل 10 دقايق سنت. يعني اذا ضليتك مشغل الراديو ساعة كاملة ومشغل الفيديو ساعة كاملة راح تربح 30 سنت، وهنيك 5 سنت 35 سنت راح تربحها بكل حساب هيك. تمام. هلا انا لاحظوا هون زاد عندي، صار 65 سنت، 5 دولار و60 سنت. هلا انا عشان اشوف شو اشتغلت وشو الريسنت تبعي بروح على كلمة اكاونت مشان اشوف اللي ربحته. انا هلا ربحت من البيد ميل 2، الكاش سيرش ربحت 2، كمان ربحت 1 تاني من الكاش سيرش، والسبن ربحت 5 سنت. هذا اللي قلت لكم عليه قبل شوي ربحته من السبين. جينيرا بروفايل سيرفي، حليت استبيان المعلومات الشخصية، اعطوني نص دولار. هلا اذا عملت هيك الاول كاش ايرنينج، هاي كلها شغلات اللي ربح عليها مصاري، هاي العدادات وهي المجموع كامل، يعني كشف حساب بالعربي. بتمنى ان شاء الله انه يكون هذا الشرح كافي ووافي. هلا في شغلات كثيرة راح نضيفها، يعني ادفانس، يعني مرحلة متقدمة عشان تتعلموا الشغلات اكثر من هيك. هذا طبعا بتحول لما يصير 30 دولار، بتحول عن طريق فيزا، بس يصير 30 دولار ان شاء الله نحن بنجيب لكم المصاري. بس يصير 30 دولار بنفهمكم على كل شيء تفاصيل وقديش بتكلف وقديش العمولة اللي بياخدوها اللي بيجيبوا لنا المصاري وهي الشغلات. بتمنى ان شاء الله ان يكون هذا الشرح كافي ووافي. الله يعطيكم الف الف عافية.